إلى ذلك أظهرت فيديوهات متداولة ترحيب شعبي بالقوات الجنوبية أثناء انتشارها لتأمين منطقة عيادة والمناطق المحاذية لها على الخط الدولي الرابط بين شبوة ومثلث العبر مع محافظتي مأرب وحضرموت. ويرحبون بألوية العمالقة لتأمين الخط وتأمين المناطق ويعبرون عن فرحتهم اليوم بوجود ألوية العمالقة. كنا ننتظرها من أول واليوم هي فرحة تعم للجميع. من جردان نرحب بأخواننا في ألوية العمالقة الأبطال الذي تم دعس المتمردين من قبلهم وإحنا يد بيد معهم حتى الموت. Yeah, no!